الشهر اللي فات، فخلاص يعني محاولاتهم بقت بفشل. ده طبعا هو كان بيلمح ل 11/11، فهل عدم خروج الناس فعلا ده كان دليل على رضاهم عن الوضع الحالي؟ أولا هذا التعبير أصلا تعبير خادع، لا يوجد مصري، وأنا أتحدى أن يوجد مصري يريد أن يهدم دولته. ما فيش مصري، المصريين حريصين على الدولة، حريصين. المصريين معارضين لنظام عبد الفتاح السيسي، معارضين للنظام القائم، يتمنوا أن يزول بشكل سلمي ويأتي نظاما غيره يحكم البلد طبقا لشعارات وتوجهات وأهداف ثورة يناير. فلا يجب أن ندغدغ عاطفنا نفسه، لأن كانوا بيرانوا، ما حدش يريد لدولته. نحن جميعا كمصريين شراء في خدمة دولتنا، ونريد لها أن تقوى وتكون فوق رؤوس الأشهاد. لكن هذا لا يجب، لكن هذا الذي يشكل خطرا حقيقيا على الدولة هو نظام عبد الفتاح السيسي وليس الشعب المصري. الشعب المصري يبقى خطر على دولته؟ المعارضين السياسيين فين؟ المعارض السياسي اللي عاوز يهدم دولته؟ دعك من مجموعة حفنة من الشباب الذي خرج على النظام العام واستخدم العنف، ودول يشكلون عددا قليلا من الشباب، ودول يواجهوا بالقانون وليس بالظلم ولا بالقتل ولا بالتصفية الجسدية، يواجهوا بالقانون بأن يقدموا للقضاء والقضاء يحاكمهم. فأن نقعد نخدع الناس بمسألة الدولة وكانوا عاوزين يهدموا الدولة، هم مين اللي عاوزين يهدموا؟ قول لنا أسماءهم، هم مين إذا أهل الشر؟ مين هم أهل الشر؟ أهل الشر الذين يقمعون الشعب المصري، أهل الشر الذين يبددون ثروات الشعب المصري، أهل الشر الذين يدينون مصر بالقروض الغير منضبطة، أهل الشر اللي أغلقوا 4000 مصنع، أهل الشر اللي بيواجهوا الشباب اللي بيعمل ويكد ويكدح بغلاء فاحش لم تصل إليه مصر في أي وقت من الأوقات، هم دول أهل الشر. لكن احنا نقعد نطلق مصطلحات ليس لها تعريف ولا معروفة لنلغى بها عواطف الناس، لا تدار الأوطان بهذا الأسلوب. وهل يعني حضرتك أكيد طبعا يعني عندك خبرة بأهل الشارع، هل فعلا في حالة رضا عن السياسات دي ولا هو غضب مكتوم حد دلوقتي؟ لا يوجد. نحن أنا يعني إن ندعي أن في حالة رضا فنحن نكذب على الناس. كيف تصوري مواطن في من الطبقة المتوسطة كان يشتري زجاجة الزيت من 3 شهور اللي هو سلعة أساسية ب7 جنيه، الآن يشتريها بحوالي 20 جنيه، كيف يكون هذا راضي أصلا؟ كيف تتصوري أن مواطن كان يستطيع أن يعبر عن رأيه بشكل سلمي وبأي تعبيرات محترمة، إذا فعل هذا الآن يبقى مصيره أن يواجه بأنه هو في تنظيم إرهابي ويزجب في السجون؟ كيف يكون هذا المواطن أو أهله راضون؟ وبالتالي احنا ما نخدعش نفسنا بالصمت. احيانا يكون الصمت تعبير عن غضب مكتوم خطر على الوطن لا نريده. احنا لا نريد لوطننا ان يتحول لفوضى، نريد لوطننا ان يستقر ويأمن والناس تنصرف للانتاج، لكن هذا كله مناخ صنعه النظام، مناخ مريض صنعه النظام. فبالتالي ادعاء ان عدم حركة الناس او عدم التظاهر او عدم ده راجع للقمع والقتل بالرصاص الحي وليس رضا من الناس. ولو كان جهة تعمل استفتاء واستطلاع واستطلع رأي الناس، جهة تكون عادلة ونظيفة ولا تمنع وتمكن من عمل استطلاع، أتمنى لو أن المواطنين عموم المصريين راضين عن النظام الحالي أضرب له تعظيم سلام، لأن أنا رجل أحترم الإرادة الشعبية مع خلافي الشديد مع هذا النظام. لو أن ده، لكن حينما يعني نخدع أنفسنا وتصور أن الناس راضية، كان بعد 3 يوليو بعيد عن الاسلوب اللي جيب النظام الحالي، كان في لا شك نسبه رضا كبيره من الناس تخلصا من التخلف وسوء الاداره و الى اخره. لكن هذه الاهانه انحدرت بعد ما شافوا ان هم عاشوا في خديعه منذ 3 يوليو. ده اثر على شعبيته طبعا لا شك، وهو يعني لازم يحترم هذا ويراجع نفسه ويعلم من الآلة أنه لن يترشح بهذا الأسلوب الإداري الفاشل ده، يقول أنه لن أترشح مرة أخرى ويصحب هذا الكلام بأنه يكفر عن خطاياه وقصوره وطريقة أدائه دي كلها.